ناحية أخرى أعزائي المستمعين والمستمعات، قبل أزمة كورونا وموجة الهجرة اللي مئات بل آلاف الشباب الذين اتجهوا نحو الحدود التركية اليونانية أملا في عبور تلك الحدود والوصول إلى أوروبا، وظلوا فترة هناك وكان بتشجيع من الحكومة التركية حيث فتحت الأبواب على مصراعيها لذلك الأمر. الآن هؤلاء المهاجرين عم يعانوا بمشاكل قانونية متعلقة بالكملك، إبطال، إيقاف، فنريد أن نتكلم أكثر عن هذا الموضوع. معنا على الهاتف الآن المحامي الأستاذ غزوان قرنفل، رئيس تجمع المحامين السوريين في تركيا. تحياتي لك أستاذ الكريم. أهلا بحضرتك وشكرا للاستضافة. الله يعطيكم العافية وبارك فيكم يا رب. يعني أستاذي الكريم، من خلال متابعتكم ورصدكم لهذه الأحداث تحديدا، ما الذي جرى؟ بكل أسف، من خلال تواصل مع أحد من أرجعوا من منطقة الحدود التركية اليونانية، طيب، تبين أنه هناك 500 سوري على الأقل في منطقة شراكالي، تم يعني نقلهم من الحدود إلى منطقة شراكالي، وتم توقيعهم على أوراق طبعا ما بيعرفوا مضمونة لأنه ما بيتقنوا اللغة التركية. ومن ثم تفاجأوا انه الرقم التيجي على الكملك تم ابطاله، يعني لما دخل احدهم اللي هو تحدث الي على السيستم ليشيك على الرقم التيجي تبعه، فبيتفاجأ انه الكملك ملغى. وهي الحالة مع الجميع اللي هن موجودين في هاي المنطقة. طبعا هن حجزوا لفترة، ربما هو حجز مؤقت أو حجر تبعا لموضوع الكورونا وكذا، لكن أطلق سراحهم فيما بعد وفوجئوا بإلغاء مثل ما قلنا الكملك. وطلب منهم أن لما راجعوا بشأن راجعوا دائرة الهجرة بمنطقة جبل كالي أنه ليش تم إلغاء الكملك، قالوا لهم كل مين بيراجع بالمنطقة اللي هو استخرج منها الكملك ممكن يعملوا معه مقابلة في دائرة الهجرة، وممكن يعيدوا الكملك وممكن ما يعيدوه. هذا آخر تحديث. سبب الإلغاء، يعني ما هو سبب الإلغاء؟ ما هو هذا السؤال. يعني اليوم الناس هي ما توجهت يعني بطريقة غير مشروعة للهجرة غير الشرعية، توجهوا بناء على تصريحات مسؤولين حكوميين بالدولة التركية إلى أنه نحن لن نمنع السوريين من المغادرة إلى اليونان أو إلى أوروبا عبر اليونان بالباصات. تماما. وبالتالي لما بيصدر مثل هيك تصريح ومن ثم يأتي ثاني يوم ينقل الناس في باصات وبالمجان إلى المنطقة الحدودية وما بيعترضن حدا، فضلا عن أنه سيغض النظر عن إذن السفر لمن يرغب بالقدوم من ولايات أخرى، فهي عملية شرعنة للعملية، وبالتالي هن ما ارتكبوا فعل مخالف للقانون على الإطلاق، وما بيترتب عليه اي اثار قانونيه. اما ان تعيد الدوله التركيه ثم تلغي مركز القانوني وتبطل بطاقه الحمايه تبعه، فالحقيقه هي سلوك مخالف للقانون وفي تعسف في تطبيق القانون، وهذا ما بيجوز. لذلك نحن وجهنا نداء يوم امس يعني من لديه تواصل مع السلطات التركية، تواصل فعال وحقيقي، يطالب أو ينقل هالمطلب للمسؤولين. وأيضا طلبنا من وسائل الإعلام، ومشكورين حضرتكم أول وسيلة إعلامية تستجيب لإثارة هذا الموضوع والحديث فيه، ومن ثم التواصل مع مسؤولين أيضا أتراك. أنت لعرض القضية ذكرت كلمة مهمة أستاذ غزوان، وهي التواصل مع المسؤولين الأتراك، وكونكم تجمع للمحامين السوريين، هل لكم تواصل مع يعني كيف سيكون هذا التواصل؟ عبر محامين، عبر طرق أبواب المسؤولين، عبر طرق أبواب والي مثلا مثل والي إسطنبول مثل والي غازن، يعني ما هي الطريقة التي ستقومون بها؟ تماما. هلأ حتى نكون واضحين يعني بكل صراحة نحكي، التواصل المؤثر هو مع شخصيات نافذة. تمام. اليوم أنا فيني أتواصل مع مدير دائرة الهجرة بمرسين،
لكن طيب. لن يقدم ولن يؤخر لأنه هي خارج نطاق اختصاصه هاي القضية. طيب. يعني هاي القضية هي اختصاص وزارة الداخلية ودائرة الهجرة التابعة للوزارة. طيب. بالتالي بده يكون التواصل مع أشخاص نافذين. هؤلاء غالبا لهم إطلالات إعلامية عبر التلفزيونات وعبر المحطات السورية. جميل. نأمل من المؤسسات الإعلامية السورية التواصل مع هؤلاء وطرح القضية وطرح نعم. حلول. يعني يعني أبسط شيء هو إعادة تفعيل الكملك لهؤلاء الناس، وهذا حقهم الطبيعي. هم لم صحيح. يرتكبوا جرم، ممارسة الحق لا توجب مسؤولية. أنت منحتني هذا الحق نعم. وأنا صحيح. مارسته، وبالتالي لا يتوجب علي أي مسؤولية قانونية. نعم. نعم. يعني أستاذ غزوان، أنا ما أريد أن أركز عليه الآن. أنتوا كتجمع محامين، كونكم ما شاء الله تبارك الله في العديد محامين اللي فعلا حقيقة يعني على مدار الساعة في مساعدات قانونية، دعم للناس اللي في عندها مشاكل قانونية. هذه مشكلة الآن تواجه، أنت ذكرت رقم 500، الله أعلم كم آخرين ربما لم تردكم أرقام أو أرقام. صحيح. طيب صحيح. يعني هل يعني ماذا ستفعلون كتجمع؟ يعني هل أنتم ستطرقون فقط من خلال الإعلام؟ هل ستطرقون أنتم كتجمع أبواب هؤلاء المسؤولين في دوائر الهجرة؟ قلت لحضرتك يعني أنا ما أملك أن أفعله هو التواصل مع دائرة الهجرة في مدينة اللي هي مقر التجمع، مدينة مرسين. أما أبعد من ذلك أنا لا أملك من القدرة أو من المعرفة أنه أتواصل مع المؤسسة الأساسية اللي هي دائرة الهجرة أو وزارة الداخلية. لذلك صوبت أو أحلت الملف جميل. عبر ندائي إلى المؤسسات الإعلامية اللي طالما استضافت هؤلاء الرموز أو هؤلاء صحيح. السياسيين أن تخاطبهم بهذا الأمر، وأنا جاهز للحضور يعني مداخلة في هذا الأمر وتوضيحه لهؤلاء المسؤولين. طيب قانونيا أستاذ غزوان، الآن من ناحية قانونية إذا أردنا أن نتكلم، وإذا أراد شخص أن يتصرف بشكل فري، يعني واحد من هؤلاء الأفراد قال أنا بدي أروح على دائرة الهجرة، أنا من إسطنبول، أنا كذا، وبده يحاول أنه يعمل مقابلة، هل يعني ما أفضل شيء المدخل الذي يدخله لما يراجع دائرة الهجرة ليحل هذه المشكلة أقل ما فيها، لربما تعمى بعد ذلك؟ يعني طبعا المراجعة بدها تكون بالنسبة للشخص اللي عم نحكي بشكل فردي مراجعة بناء على مكان صدور البطاقة الحماية الكملية. طيب. يعني إذا صادرة من إسطنبول فعليه راجع دائرة الهجرة بإسطنبول، هذا أولا. يحاول ويصر على يعني لقاء مدير دائرة الهجرة، لأنه كل الموظفين ما عندهم حل إبداعي ل يعني بحل قضايا الناس وتذليلها، عندهم يعني أحادية أو توجه واحد بالتفكير، هيك القانون، هذا الإجراء وانتهى الموضوع بالنسبة له. لذلك يعني الإصرار على مقابلة المدير لشرح الموضوع له هو ربما بحل ثلثين المشكلة. جميل. إذا ما في استجابة من مدير دائرة الإجراء في البلد اللي عم يراجع فيها الشخص، أنا أعتقد أنه لازم يكون في جهد جماعي على الأقل من هؤلاء الخمسمية. صحيح. اللي هم بمكان واحد الآن. يعني لو يعني كأنه وجهوا برقية لوزير الداخلية التركي انه نحن ظلمنا، وانه اليوم هذا تعسف في تطبيق القانون. صحيح. نلتمس صحيح. اعادة تفعيل قيود الكملك تبعنا، نحن ما ارتكبنا خطأ، نحن استجبنا لإشارة من الدولة التركية بالسماح لمن يرغب بالهجرة الى اوروبا. حاولنا هذه المحاولة ولم نستطع الوصول إلى النتيجة، من حقنا أن نبقى تحت قانون الحماية في تركيا. صحيح. هذا هو بس الخطاب يعني اللي ممكن توجهه. يعني هي يعني أنا أرى أستاذ غزوان أيضا أشيد برأيك بأنه أن يكون هناك تحرك من هؤلاء الأفراد عبر مراسلة، عبر طلب لقاء مع الوالي كلهم في ولايته، عبر كتابة ديليكشن صح التعبير، عبر حتى لو عمل مقاطع فيديو تترجم إلى اللغة التركية، إضافة إلى تحرك من قبل المسؤولين والجمعيات النافذة والتي تستطيع التواصل مع وزارة الداخلية ومدراء الهجرة كل في ولايته حتى يتم حل هذا الموضوع، لأنه كما ذكرت حقيقة يعني ظلم قانوني وظلم شرعي لوجود هنا في تركيا إبطال الكملك الخاص بهم.
الأستاذ المحامي غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين في تركيا، جزيل الشكر والتقدير.